تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة رئيس الحرس الوطني رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة نجاح استضافة مملكة البحرين لأعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية برئاسة جلالته أيده الله. واكد سمو رئيس الحرس الوطني في برقيته على رؤيه جلاله الملك المعظم الثاقبه التي خطت نهجا ثابتا للسياسه الخارجيه للمملكه لتوطيد اواصر الاخوه وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن والتضامن